يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. عاش، انا مبسوط جدا النهارده لكميه الفيديوهات اللي جات لي في فقره عاش والناس اللي استجابت للمبادره وما زالت مستجيبه معانا في المبادره اللي عاش، ان اي حد بيلعب رياضه يبعت لي فيديو هزعه له، اي حد ما بيلعبش رياضه يلا ابدا معايا وعاش ابعت لي اي فيديو هزعه لك معايا في فقره عاش. قبل ما ارحب بالكابتن اللي معانا النهارده خليني اقول هارد لك نادي الاهلي النهارده، الخساره 1-0 من النجم الساحلي. ظروف المباراه ادت الى كده، الاهلي قدم مباراه كويسه جدا وجيده جدا، لكن ان يطرد مني لاعب في الدقيقه 13 ويكون قلب دفاع زي ايمن اشرف، وبالتالي اقدر او اضطر ان انا اغير في التكتيك، اغير صانع الالعاب عندي وليد سليمان وانزل محمد هاني يمين عشان اغير في التكتيك شويه، اخرج بالشوط الاولاني 0-0، ارجع الشوط الثاني في الدقيقه 50 يجي فيا جون، احاول الم نفسي تاني، يتصاب مني معلول في الدقيقه 63، ابدا اكمل مباراه. الامور الحمد لله ان عدت على خير. ملحوظه بس صغيره للنجم الساحلي، احنا مش في حرب، دي مباراه ولا ليه لازمه الضرب ولا التعصب ولا الكلام ده كله، يعني الموضوع امره بسيط. الاهلي كويس جدا، قدم مباراه كويسه جدا، هارد لك هتعوض. وانا من شفت الاداء النادي الاهلي النهارده اداء كويس جدا جدا جدا، وانا بقول الاهلي هيطلع اول المجموعه ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله في مباراه بكره ما بين نادي الزمالك ونادي مازيمبي، كل التوفيق لنادي الزمالك وان شاء الله باذن الله يحقق نتيجه ايجابيه. اخش بقى مع كابتن رودانا محمد، مدرب لياقه بدنيه. مساء الفل. مساء الجمال. اول عنصر نسائي يكون موجود في البرنامج معايا الحلقه دي، نورتيني وشرفتيني. ميرسي، نورك. طيب معايا فيديوهات كتير في فقره عاش هنشوفها تمام، ونرجع بقى نتكلم عن اللياقه البدنيه وعن التمرينات، والتمرينات بالنسبه للرجال والتمرينات بالنسبه للسيدات والالعاب الشهيره في مصر بالنسبه للياقه البدنيه. نشوف فقره عاش. اوكي، مستني.
عاش بجد عاش، يعني من اجمل الفيديوهات اللي اتبعتت لي ومن اجمل الفيديوهات اللي عرضتها في حلقه بالكم ده. تقريبا زياده عن 40 فيديو، بتكلم في 14 دقيقه، فيديوهات متواصله اتبعتت لي على الصفحه او على رقم الواتساب. شكرا لكل اللي بعت، وشكرا لكل اللي شارك، وشكرا للي هيشارك. المبادره لسه شغاله، وكل حلقه بنفس الطريقه اي فيديوز هيجي لي هزيعه في فقره عاش. نخش في الحلقه، ندخل في الحلقة. منورنا يا كابتن. ده نورك، ميرسي جدا. الله يخليك. طيب، مدرب لياقة بدنية. طبعا هي معروف يعني ايه مدرب لياقة بدنية، ومعروف للناس اللي بتتابعنا ان كانت بتمارس رياضة او ما بتمارسش رياضة. طبعًا. بس عايزين نسهل المسمى على المشاهدين. أوكي. يعني ايه مدرب لياقة بدنية؟ تمام، مدرب لياقة بدنية اللي هو بيحفز الشخص ان هو يبقى عنده لياقة، يبقى عنده مرونة. تمام، لازم يكون فيتنس. ده بيساعده عموما في الحياة العامة في حاجات كتير، لان في معظم الناس بتبقى تعبانة ان هي طلوع سلم، نزول سلم، كل دوت عشان ما فيش لياقة. مثلا لما حد يشيل حاجة تقيلة، اي ظهري بيوجعني، ده كل ده عشان ما فيش لياقة. فاحنا لازم نلعب رياضة عشان خاطر يبقى عندنا لياقة. تمام تمام. طيب بالنسبة، طب هنخش في الرياضة كده، احنا عرفنا يعني ايه مدرب لياقة بدنية. أهمية الرياضة ايه لكل الأعمار، او ايه فايدة الرياضة عامة؟ بص، نمبر 1، الرياضة مهمة. احنا كشعب مصري كلنا نفسيتنا تعبانة، كل ما حد يشوف اصل انا نفسيتي تعبان، اصل انا مش متظبط. عن تجربه شخصيه معايا ان الرياضه نمبر 1، ان هي بتخلي النفسيه تتظبط، يعني 100% تظبط النفسية. طبعا. طب دور ده الدور الأساسي للرياضة؟ لا طبعا، بس طيب هو الواحد لازم عشان يلعب رياضة لازم تبقى نفسيته كويسة. تمام. طب وهي في نفس الوقت بتساعد نفسيته عشان يلعب رياضة، عشان نفهم الحتة دي. لازم تبقى نفسيته كويسة عشان يلعب رياضة، ولا هو لو لعب رياضة بقت نفسيته كويسة؟ الاثنين. الاثنين. طب لو واحد نفسيته مش كويسة هينفع يلعب رياضة؟ طبعا هينفع، هو لازم يلعب رياضة عشان نفسيته. لازم يلعب رياضة. طبعا، لأن هي هتساعده بطريقه كبيره جدا ان هو موده يتظبط وان هو يبقى كويس. خصوصا مثلا لو شخص مليان، ممكن تبقى نفسيته تعبانه عشان هو مليان، لما يجي الجيم ويروح يلعب رياضه ويحس بنتيجه ويحس ان جسمه بدا يتظبط وان الناس بدات بتقول له تمام، عايش، انت بدات تخس، عاش، النفسيه تبدا تتظبط. طيب، بما انك مدرب لياقه بدنيه، ففي الرياضه، هنا هنتكلم عن الرياضه النسائيه شويه. اوكي. اولا، هي الرياضه بالنسبه السيدات بتختلف عن الرجال؟ يعني يدوا لك لهم رياضه معينه ويدوا لك لهم رياضه لا. معينه، ولا هي رياضه رياضه؟ هي رياضه رياضه. الرياضه رياضه. ما بتختلفش. طب تمارينهم ما بتختلفش هنا عن تمارين هنا؟ بتختلف على حسب الشخص اللي قدامي جاي يعمل ايه، من حيث الراجل او من الست. يعني طب مثلا يعني ايه الشخص جاي يعمل ايه؟ وفي واحد يعني بيلعب رياضه بيختلف معاه الموضوع، انا جاي العب رياضه عشان حاجه معينه؟ طبعا. زي في مثلا واحد جاي اوفر ويت، مليان عايز يخس. في واحد تخسيس. في واحد. طب الرياضة بتخسس بالفعل، ولا الرياضة جزء من التخسيس؟ الرياضة جزء من التخسيس. طب نكمل. تمام ماشي. زي مثلا حد جاي رفيع، هو مش مليان، بس محتاج ان هو يعمل شيبينج للجسم. انت جيت لحتة كويسة جدا. حد جاي حد مليان او تخين عايز يخس. تمام. وحد جاي رفيع او عنده نحافة عايز يدخل. تمام. بالرغم ان الشائع في الرياضه يقول لك انا رايح العب رياضه عشان اخس، ما يعرفش ان ممكن يلعب رياضه جسمه يملا او يتخن. تمام. صح ولا غلط؟ صح. طب هل دي لها تمارين ودي لها تمارين، ولا دي لها رياضه ودي لها رياضه، ولا هي الرياضه ثابته بس مع تغيير وسائل المساعده معاها؟ الرياضه حاجه واحده مع مسميات مختلفه. مسميات ان انا اقدر اتعامل ازاي مع الشخص ده، هو جسمه محتاج ايه، هو جاي لي ليه. تمام. جاي لك ليه؟ طب هقول لك مثلا على سبيل المثال، انا جاي حد نحيف عايز اتخن. اوكي. هو بيجي يقول لك كده، انا عايز جسم نحيف، عايز انا جسم نحيف عايز اتخن. طب بتبقى يعني عامله له نظام رياضي فقط، ولا نظام رياضي لازم ونظام نظام غذائي؟ رياضي ولازم نظام غذائي طبعا. لازم نظام رياضي. طب النظام الغذائي بيمشي عليه فعلا، ولا بص، ما هو دي طبعا انا مش ببقى معاه، بس بيبقى لازم يبقى فيه متابعه. تمام. وطالما هو لو واحد جاي حاطط في دماغه ان هو عايز جسمه يظبطه، يبقى لازم يمشي على الرولز. ما هو انا مش هعمل حاجه من غير ما اتعب، لازم اجي على نفسي واتعب عشان اوصل للهدف اللي انا عايزاه.
طيب تمام. انت بتقولي لي حسب هو جاي ليه. طيب اكتر ناس بتجي لك بتبقى عايزه ايه؟ عايزه تتخن، عايزه تخس، عايزه تعمل شيب، عايزه تعمل بص بس انت في الرياضة عموما انت بتتعامل مع اجسام مختلفة، مع افكار مختلفة، تمام، يعني مش هتلاقي حاجة ثابتة. طب ثواني، اجسام مختلفه طبعا. وافكار مختلفه، يعني كل جسم وكل فكر بيختلف معاه التمرين او طبيعه الرياضه اللي بيلعبها. طبعا، يعني حد مثلا ممكن يبقى جاي مليان بس هو مش مقتنع ان هو مليان، فان هو عايز يلعب حديد وخلاص، يعني ايه حد مليان مش مقتنع؟ مش مقتنع ان هو جسمه محتاج يتظبط، تمام، اللي هو عاي انا لا انا مش مليان بس انا عايز. طب في حد على فكره، احنا لما بنتكلم هنا بنتكلم على الشقين، ان كان سيدات او ان كان او او رجل. كان او كان رجال، عشان بس الاسئله موضحه شويه للرجال. طيب لو جه حد بيجي يطلب يلعب تمرين معينه او رياضه معينه، بيجي يطلب بيقول لك انا عايز العب كذا، طب انت ممكن تنصحيه او تنصحيها تلعب رياضه ثانيه افضل ليها، ان كان لجسمها او للي يفيدها اكتر؟ طبعا، لان في ناس بتبقى جايه مثلا حافظه مش فاهمه، اللي هو شفت فلان بيتمرن فانا عايزه اعمل زيه، شفت مش عارفه مين بيتمرن، لا ما هو ما ينفعش، هو على حسب انت جسمك محتاج ايه، ما ينفعش اشوف اي حاجه اقلدها. انت ممكن توصلي للشخص اللي هو بيعمل ده، يعني مثلا ممكن حد يكون شايف حد متمرس بيلعب رياضه على طول، فايه ده، لا انا عايزه اخش اشيل حديد على طول، انا عايزه اخش اشيل كتير تقيل، لا مش صح، لازم كل حاجه بتبقى ستيب باي ستيب. انت بتوجهيه او طبعا. بتوجهيها. طبعا. طيب الرياضه معروف ان في اللي زي ما انت قلت، في اللي جاي يعمل لياقه بدنيه او يزود اللياقه البدنيه عنده، في اللي عايز يخس، في اللي عايز يتخن ان كان نحيف، وفي اللي عايز يعمل برضه تبع البناء العضلي، وفي اللي عايز يبقى قوي شويه، وفي اللي عايز يطول نفسه شويه. طب دي كلها حاجات مشتركه، يعني عوامل مشتركه في الرياضه. هل كل الرياضات تعمل ده كله، ولا في رياضات معينه تخلي اللياقه البدنيه اقوى، في رياضات معينه تخلي التخسيس اكتر، في رياضات معينه تخلي البناء العضلي افضل، في رياضات معينه تخلي القوه افضل او النفس الطويل اطول، في رياضات تعمل كده، ولا الرياضه كلها عامه تعمل الخمس ست حاجات دول؟ بص، هي الرياضه كلها سيركل مرتبطه ببعض، وكلها حاجات ايجابيه مش سلبيه. ممكن لو هنقول في حاجات سلبيه هتبقى بنسبه 10% 20%، لو ما فيش حد بيوجه صح، لو ما فيش حد مش بيفهم اللي قدامه هو بيعمل ايه بالظبط، فاهمني؟ بس معظم الرياضات هي تعمل ده كله. هي حلقة متصلة ببعض. طبعا، حلقة متصلة ببعض، اكيد. طب ناخد اتصال. اوكي، يا مساء الفل، مين معانا؟ شباب، منى، مساء الفل. الو، مساء الفل، ازي حضرتك؟ مساء الفل عليك. مساء النور، مساء النور معاك. بقول لحضرتك، عندي الهيموجلوبين 7. معاك؟ طيب، معاك نسبة الهيموجلوبين 7. تمام. فأنا دلوقتي يعني عايزة أعرف، هل اللعب الرياضة دوت بيأثر على الهيموجلوبين الوافي ده؟ طيب حاضر، هجاوبك. عندك أسئلة تانية؟ طيب سيد، مساء الفل. مساء الخير يا فندم. مساء الفل عليك. سمعت، كنت عايز، انا بكلمك اسمي سيد علي من المنصوره. اهلا بيك. كنت عايز اسال كابتن رودانا على موضوع دايت كيتو، هل هو صحي ولا اكمل رياضه احسن؟ دايت كيتو صحي ولا الرياضه افضل؟ عندك سؤال تاني؟ لا شكرا. ماشي، معانا حد تاني شباب؟ طيب معانا سؤالين. هل السؤال الاولاني ده هل نحتاج حد طبي فيه، ولا عندنا اجابه ليه؟ عندها الهيموجلوبين 7 وهل تنفع تلعب رياضه؟ بص، معنى ان الهيموجلوبين يعني ده معناه ان هي بتدوخ، فهي محتاجه ان هي تظبط صحتها، تظبط الغذاء وتظبط الهيموجلوبين بتاعها، وبعد كده تتجه للرياضه. يعني الاول تروح لدكتور تغذيه الاول؟ طبعا. يعني انصحك يا منى تروح لدكتور تغذيه الاول وبعد كده تيجي للرياضه. تمام. طيب سيد المنصوره بيقول دايت كيتو، هل اكمل عليه ولا العب رياضه افضل؟ انت عارفه نظام كيتو الاول؟ انا عارفه نظام كيتو. بص، انا ككابتن بصراحه نظام كيتو دوت انا مش مقتنعه بيه، لان هو على مدى البعيد ليه سايد افكت كتير، ان انا لما ادخل في انظمتي حاجات فيها فات كتير، فده مش صح للصحه. هو انا عارف ان نظام كيتو بيخسس بالدهون بالظبط، بس في نفس الوقت في فاتس، بس انا ما بنصحش بيه. يعني لما يجي لي حد بيقول لي انا ماشي على نظام كيتو، انا مش بنصح بيه بصراحه. ما بتنصحيش بيه؟ لا.
طب هي متحمسه او هقول انانيه شويه في حتتها، هي بتقول لك رياضه، انا رياضيه وتعالى في لا ملعبي في اصل الرياضه. انا مع حته ان انت مش الرياضه، مش معنى ان انت بتلعب رياضه يبقى انا امنع نفسي من الاكل. أو ممكن اكل كل حاجه نفسي فيها بس بكميات صغيره. هنجيلها دي في التغذيه الغذائيه. كابتن شهاب مساء الفل. محمد حبيب قلبي، مساء الفل يا ابو الكباتن. كابتني طبعا كابتن شهاب حبيبي. يا ابو الكباتن انت كده جيت في ملعبنا. والله فعلا منورين الشاشه، مبسوط جدا جدا انا قاعد دلوقتي بتفرج عليك وعلى كابتن رودانا صديقتي وزميلتي، يعني منوره الدنيا يا كابتن رودانا. ميرسي يا كابتن شهاب، حبيبي يا كابتن شهاب. وكابتن محمد رمضان موجود. ايوه محمد رمضان، انا متعلم منك. لا انا متعلم منك يا كابتن شهاب. كابتن شهاب اول جمهوريه كمال الاجسام وعنده 19 سنه، انا بحبه جدا بحبه، بس مش عشان عضلاته، مش عشان شكله، مش عشان بخاف منه ولا حاجه، لا. اخويا وحبيبي وربنا يخليك يا ابو شهاب السند كله حبيبي. معاك يا ابو الكباتن، ربنا يوفقك. بس برضو في انا حاجه برضو عايز اتكلم عليها، اللي كان بيتكلم عليها سيد من المنصوره. تمام. برضو انا معاك كابتن رضينا، انت حتى لو في نظام مثلا بتاع ضيف معين تمشي عليه، ده ملهاش علاقه خالص بالرياضه. يعني انت الدايت ده انت ممكن توصله لو انت فعلا حاسس ان في وزن زياده انت عايز تنزله، اما الرياضه بشكل عام يستحيل ان انت تقول لا انا مش هلعب رياضه. لا، الرياضه شيء جميل جدا مهما كان ايه هو النشاط اللي انت هتلعبه، تمام. وبعدين في ناس بتخلط كده ما بين حاجات، ما بين ان انا وزني كام على الميزان وما بين ان انا شكلي. يعني ممكن حد، وكابتن رضا طبعا بتواجه الكلام ده كتير، اكيد تدي لها مثلا ممكن حد تقول لا انا حاسه ان وزني مثالي بس جسمي في حاجة غلط. دي النقط كتير اللي في ناس ما عندهاش وعي فيه، اللي في في دفعات في في دفعات في الجسم. ايوه طبعا، بيبقى مثلا حد بيجي لك، لا تلاقي اغلبيه الوزن الزياده اللي عنده في جسمه مثلا فوق في جسمه من تحت، المهم ان هو التناسق بتاع جسمه مش مظبوط، مش مظبوط، الشيب بتاعه في حاجه غلط. فده بقى دور الكوتش بقى، هو اللي لازم يلعب رياضه عشان خاطر يبدا يعمل له حرق دهون في اماكن معينه باسلوب الكوتش بتاعه هو بس. طيب. فعمر الرياضه ما ينفعش ان احنا نبعد عنها عشان خاطر. ما هو انا 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 معاك في الحته دي يا كابتن شهاب، ان الرياضه شيء والتخسيس شيء تاني. انتوا ممكن في الرياضه، انتوا ممكن في الرياضه بتجمعوا الاثنين مع بعض، عشان في بعض الرياضات بتخسس او بعض الاساليب التمارين بتخسس مع النظام الغذائي. ولكن انا من اقتناعنا الشخصي التخسيس شيء والرياضه شيء تاني. انا ممكن لو عايز اخس ممكن اخس عن طريق دايت او عن طريق انها هتابع مع دكتور تغذيه او دكتور تخسيس ايا كان، مفيش اي مشكله. ولكن الرياضه شق تاني لوحده، دي حاجه تانيه. الرياضه اللي بيمارس الرياضه دي ليها مميزات تانيه خالص. صح كده يا ابو كباتن؟ اه طبعا صح كده، الله ينور. صباح الفل عليك تلميذك. حبيبي تلميذك، الله ينور، الله ينور، منورك الدنيا حبيبي. حبيبي الله يخليك، حبيبي وقت اي حد يشاركه. حبيبي يا ابو شهاب، حبيبي يا ابو الكباتن، يا مساء الفل عليك. اخد ام مصطفى. اوكي ام مصطفى مساء الفل. مساء الخير كابتن محمد، ازيك حبيبي؟ مساء الفل عليك. انا بعتذر جدا الحلقه اللي فاتت ما عرفتش اخد اتصالك، كان الحوار مع كابتن محمد فاروق قوي جدا فما عرفتش اخد اي مداخله. وانا والله كان نفسي اتواصل معاك الجمعه اللي فاتت قوي قوي عشان كابتن محمد بنفسه. الله يخليك. طبعا بلديات، وعشان انت كنت جميل خالص خالص، كنت الله يخليك. كمان كان عطيك طاقه ايجابيه جميله بعكس النهارده كابتن محمد، وتتعوض ان شاء الله في المرات الجايه. انا شايفك. لا والله انا مبسوط. لا والله انا مبسوط، انا زعلان على النتيجه بس مبسوط من الاداء. الاهلي عمل ماتش قوي جدا، عمل ماتش كويس، لكن احيانا بتبقى ظروف المباراه اصعب من النتيجه يعني. واكيد طبعا، بس ان شاء الله اكيد بكره احسن ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيصعد اول مجموعه ان شاء الله باذن الله. يا رب على خير ان شاء الله. بس عايزك تضحك كده يا كابتن محمد. بنضحك والله والله بنضحك. ربنا يخليك استكون. وشك فضح قوي يا كابتن محمد، شكلك النهارده مش زي الجمعه اللي فاتت. لا والله، لا مش يعني زعلان على النتيجه بس الحمد لله. ده انا مبسوط من الاداء، وعاش لكل لعيبه النادي الاهلي على الاداء الرجولي النهارده. معاك يا مصر. عاش عاش مصر عاش. كنت عايزه عاش. بس بعد اذنك اكلم كابتن روتانا رودان وهتكلم معاها، بقول لها يعني بخصوص المكملات الغذائيه والمنشطات اللي هي اولادنا بداوا بياخدوها عشان يعملوا كمال اجسام ويعرضوا اجسامهم. هي دي مش المفروض يبقى لها تقنين في الجيمز عموما؟ وامتى انا انصح بان اراقب ابني واعرف انه بياخد منشطات طيب ولا بياخد مكملات غذائيه، وبان انه بيروح جيمز؟ طب انا ممكن انا هخطف السؤال ده من الكابتن رولانا، لان هي انا لما جيت قبل الحلقه قلت لها هنتكلم عن المكملات الغذائيه، قالت لي انا ضد الموضوع ده تماما ويرفض ده تماما. فهي مش هقول هتجاوبي ولا مش هتجاوب على اتفاقنا؟ لا
لا هجاوب، بس انا مش السؤال مش السؤال واضح. بتقول لك المكملات الغذائيه اللي بياخدوها في الجيم امتى تنصح بيها او ما تنصحش بيها، وهل تاخدها او ما تاخدهاش، والكلام ده. بص، اصل هي المكملات الغذائيه دي عموما هي قصه كبيره، وفي فرق بين المكملات وفي فرق والهرمون. ما انا عشان كده طيب نلخصها سريعا، انا ممكن الخصها من وجهه نظري. طيب هي بص، الفرق ما بين المكملات والهرمونات يا ابو مصطفى، المكملات ده مكمل غذائي محتاجه الجسم، بروتين او فيتامين ايا كان، ممكن تروح للدكتور يكتب لك على بعض الفيتامينات، بس البروتينات دي ما اخدهاش غير باشراف الكوتش اللي بيدربني، هو عارف انا محتاج بروتين قد ايه، فيتامين قد ايه، ده بيقول لي خد النوع ده بالكميه دي بالمواعيد المعين. ده لو استخدمته تحت اشراف الكوتش ده ما فيهوش منه اي اضرار. بس اخده امتى؟ اخده لما اكون انا رياضي متمرس وفي نفس الوقت مستمر في الرياضه بشكل طويل، لكن انا رايح لياقه بدنيه، رايح اجري شويه او اعمل شويه او العب شويه بادي لنفسي، مش عايز اظبط اي حاجه، انا مش محتاج لاي المكملات الغذائيه. بالنسبه للهرمونات انا ضدها تماما، الا اذا كان حد مشارك في بطوله او مشارك في 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 دوره العاب معينه، فمحتاج يظبط جسمه بشكل معين فبياخدها، بس تحت اشراف طبيب، لازم يكون دكتور، ودكتور متخصص في الرياضات دي هو اللي بيقول له خد ده او ده، ولازم يكون ماشي بمواصفات طبيه معينه وبارشادات رياضيه معينه. صح كده يا كابتن رضا؟ تمام زي السؤال الفل. ده جالي كل مره. تمام. سحر، سحر من اسكندريه، مساء الفل. مساء الخير. مساء النور. انا كنت بتدرب مع الكابتن رودانا، وبصراحه كان جسمي رياضي، وكنت حاسه ان انا خفيفه جدا معاها ومرتاحه، بس جات لي جلطه في رجليا، فانا من يوميها الف سلام وانا الاول خايفة. الف سلام الاول الله يكرمك. فانا خايفه بصراحه امارس رياضه تاني، فعايزه اسال هل ينفع امارس ولا ما امارس؟ طبعا. عندك اي سؤال تاني يا استاذ سحر؟ لا شكرا. شكرا. تنفع تمارس رياضه ولا ما تنفعش؟ ولا تنفع تمارس رياضه، بس قبل ما تلجا للرياضه لازم تسال الطبيب بتاعها اللي هي كانت متابعه على معايا. على فكره انا حاجه جدا على الحته دي، يعني انت دايما لما تبقى في حاجه محتاجه استشاره طبيب او محتاجه طبعاً استشاره قبل الكوتش الرياضي، لا لازم تروح تستشيري الاول واحكي على الم... طبعا لازم. طيب نخش في الحلقه شويه تاني، يلا بينا. طيب لو عندنا شخص مش رياضي، اوكي، عايز اخليه شخص رياضي، تمام، يعني عندي محمد الملكي بره عمال اتحل عليه على الرياضه مش راضي مش عارف ليه، فلو عندنا شخص مش رياضي عايز اخليه رياضي، ابدا معاه ازاي او اسحبه للرياضه ازاي؟ بص، لازم اخده معايا مره الجيم كده يجرب الموضوع. ممكن يقول لك لا 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 يا عم مش قادر ومش هفضل ازن عليه. واهم حاجه ان البني ادم لما يجي يخش رياضه بيبقى المكان اللي هو رايحه او الكوتش اللي هو بيتعامل معاه بيبقى عليه عامل، لان في شخص ممكن يحببك في المكان وفي شخص لا. بس لازم الاول اقول له الحاجات الفايده اللي هو هيستفاد بيها الرياضه، يعني زي مثلا انت شايفه بيتعب على طول، بينهج على طول، كل مثلا تحركاته بالعربيه مش بيمشي مش بيجري، فانت تمسك له الحتت السلبيه الايجابيه لا ولا السلبيه فيه، السلبيه فيه عشان تشجعه. طيب اخد المكالمه دي ونكمل. اتفضل. يا مساء الفل يا ام جنى. مساء النور يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي كابتن رودانا، وما شاء الله انتوا بلديات زي بعض. حبيبتي كابتن رودانا، انا بس عايزه اقول لك انا بايد كابتن رودانا في فكره او موضوع ريجيم الكيتو. تمام. كان في بنات معايا في الجيم كذا واحده عملوا مشوا على النظام ده وكانوا مبسوطين جدا في الاول، بعد كده وقعوا طبعا، هيموجلوبين مفيش، جسمهم بقى ضعيف جدا، ان هو طبعا بيركز على حاجه بس واحده وبيحرم الجسم من حاجات كتير جدا. فانا بقى طبعا كابتن رودانا ان الريجيم الكيتو ده طبعا ضار جدا ومش صحي خالص، يعني هو في الاول ممكن الناس تبقى مبسوطه من النتيجه ان هم بيخسوا كده، بس بعد كده بيأثر على كل الجسم، ما بيقدروش يعملوا اي حاجه، كل مقصرين في عناصر كتير جدا في جسمهم. ف ما عندكش سؤال؟ وحش جدا. ما عندكش سؤال رياضي يا مجنة؟ انا بسمع وبستمتع بكلام كابتن ودانا، طبعا كلامها جميل جدا. وفكره عايز كانت رائعه برضه النهارده زي كل مره. لا ما عنديش بصراحه سؤال، كان صح. ما انت بقيت كوتش دلوقتي يا ام جنى، بقيت كوتش انت دلوقتي ام جنى زوجتي. بجد؟ مش واخده بالها ده كله ان ام جنى زوجتي.
مساء الفل اهلا عليك. بيكي. مساء النور، ويا ريت ما حدش خالص يجرب ريجيم الكيتو ده، يعني ضرره اكتر من فايدته، يعني ما وحش جدا. يعني افضل حاجه ان الرياضه والنظام الغذائي طبيعي جدا، وان الجسم يحتاج كل العناصر وكل المواد الغذائيه. ده ناكل اكتر تونه يا حاجه. ام جنة، ناكل تونه بعد التمرين، يعني مش لازم النظام غير، هي تونه حلوه بتقضي التونه الموضوع. بقى انت اسمع كلام كابتن شهاب بقى براحتك. مساء الفل عليك يا ام جنة، وربنا الله يخليك ينور ويحميك عليكم. يا رب كده ويخليك لينا. طيب ويا رب تكون الحلقه جميله ام جنة كده ومتابعها دايما. نستقبل الاتصال ده، عايزك انت اللي تستقبل. اوكي قولي مساء الفل. الو مساء الفل. طب انا لما بتجيلي اسئله رياضيه بجاوب. اوكي الو. لا نوطي صوت التلفزيون بقى. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ عامل ايه يا كابتن ودانا؟ الحمد لله تمام، منوره الدنيا ومنوره الشاشه كلها. الله يخليكي، ميرسي. انا عارفه الصوت ده، مش عارفه مين. شفتي انتي، انا عايزاكي بقى تجمعي بقى الصوت. مش عارفه اجمع بصراحه الصوت. رنا السجيني. رنا ازيك حبيبتي؟ وحشاني وحشاني. ربنا يخليك صديقة عمري، ربنا يا رب يخليكي ليا يا حبيبتي، يا رب دايما في تألق وفي نجاح وفي تطور، ويا رب دايما اشوفك في احسن حال. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ربنا يكرمك. انتي احسن كنت شفتها بصراحة. الله يعني يخليكي، ربنا يكرمك. مش صاحبتها بقى. حبيبتي يا حبيبتي، منورة الدنيا. ربنا يخليكي، تسلميني تسلميني، شكرا. يلا منورة بقى اسكندرية كلها. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي. أنا مبسوطة إني سمعت صوتك والله، مبسوطة جدا. شكرا جدا رنا. نرجع يلا بينا. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم ازاي اخلي خلي حد مش بيحب رياضة يحب يبدأ رياضة. فانت بتقولي هنضغط على الحتة السلبية اللي موجودة عنده، ان كان تخين ان كان ضعيف، وابدأ اديله حاجات ايجابية تحببه في الرياضة دي، هتخليك شكلك كده احسن، دي هتخليك قوي افضل، الشيب بودي عندك افضل، صح كده؟ تمام. من هنا يبدأ يخش الرياضة بالظبط. طيب بتقابلني بقى حاجتين. ايه هما؟ هما حاجتين يعتبروا شبه بعض، بس دي بتبقى مترتبه على حاجه، ده من وجهه نظري مش عارف برضه. اوكي. احيانا بنروح التمرين، خلاص انا رحت لعبت رياضه، بروح التمرين مجرد ما اخش اجري شويه او حاجه بحس بكسل. تمام. حله ايه؟ لان ده بيأديني لنقطه ثانيه. نقطه ان انا ممكن اكسل يوم ما اروحش التمرين. هتكلم على مثال شخصي لي انا، انا بقالي اكتر من 5 6 ايام كان جالي دور برد. اوكي. الفتره اللي فاتت ما رحتش التمرين. الف سلام عليك. الله يخليك. فيوم جاب يوم. أوكي. بقالي 3 ايام او 4 ايام انوي اروح التمرين، اقول لا انا لسه هبدا جنرال تاني، هاخد يومين ثلاثه تعب وتكسير، فانا عندي بكره برنامج، لا عندي بكره مشوار. لو كنت مستمر وما كنتش بطلت كنت ما زلت مستمر حتى الان، لكن بكره ان شاء الله هبدا من تاني. المشكلتين دولك حلهم ايه؟ بص، انا لما اجي ابدا اتعامل مع رياضه وان انا خلاص دخلت دماغي ان انا هلعب رياضه، لازم احب الموضوع. تمام. تاني حاجه ان انا عشان ابطل الكسل، اصلا انت مش هتلعب طول اليوم رياضه، انت هتخصص ساعه من وقتك ان انت تلعب فيهم رياضه. ايوه. تمام. اقضي على الكسل ازاي؟ ما ينفعش تكسل، يعني هي انا معاك، لان في ناس كتير قوي بتقولي انا مكسله انا مش قادره. لازم تديهم طاقه، لازم تديهم باور، لازم تديهم روح عشان يحبوا التمرين، عشان يحبوا المكان، عشان يحبوا طب الكوتش. ده دور مدرب ولا دور شخصي ولا الاثنين؟ الاثنين، بس بيبقى العامل الاكبر بحكم يعني ان انا في المجال كتير وبتعامل مع امثله كتير زي اللي حضرتك بتقولها، بيبقى الرقة على الكوتش اللي معاك. الكوتش اللي معاه ليه دور اساسي. طبعا. طبعا. طيب هخرج برضو من الحته دي، هخش في حته تانية خالص بعيد عن الموضوع. الاطفال. الاطفال لازم الرياضه دي طب حاجه انا أساسية. انا عايز الطفل، يعني ازاي انصح الاب، ازاي انصح الام، ازاي انصح ان يخلوا ابنهم رياضي؟ بس هو عموما معظم وننصحهم برياضه ايه في الاول؟ أوكي. ومن سن كام؟ اوكي. هو عموما احنا معظم الاطفال عندنا ما شاء الله عندهم باور غير عادي. تمام. فانا ليه ان انا بدل ما اطلع الباور ده في ان انا انزل العب كوره في الشارع، او ان انا انزل اعمل حاجه غير مفيده، ان انا لازم اخليهم يلعبوا رياضه، لازم يطلعوا الطاقه اللي عندهم دي في حاجه، سواء كره قدم،
سواء سباحة سواء جمباز، يعني انا الرياضة لاحظت حاجه في للأطفال، فيديوهات العاش اللي اتذاعت في، إن في بنت صغيرة ما شاء لا الله ده غير البنت دي على فكره من اصدقاء البرنامج بتبعت لي فيديو كل حلقه، فلا في اطفال كتير موجودين في الفيديو، يعني انا شفت اطفال في الكوره، شفت اطفال في تقريبا الجمباز، شفت اطفال حراس مرمى، شفت اطفال بيجروا في نادي في منتخب او فريق اسكندريه لعبه تراسلون، اوكي ففي اطفال في، عايز اشجع الاب والام ان ياخد ابنه يروح يلعب بيه رياضه، لازم. يروح على فين ومن سن كام؟ اوكي بص، هي من سن كام دي، ما يعني ممكن من سن 5 سنين 6 سنين يبدأ يلعب رياضة، تمام؟ تمام اوكي، لازم الاب والام هم عليهم دور اساسي وعامل اساسي ان هم يوجهوا طفلهم ان هو يلعب رياضة، لان هم الليدر بتاعهم، يوريهم فيديوهات، يوريهم شامبيونز، لازم. لازم تمام. نصيحة لكل أب لكل لازم. أم ماشي يا مجنة، نودي الأطفال يلعبوا رياضة. بتدبس أنا كل حلقة في حاجة، ماشي. طيب خليني برضه هخرج من الأطفال، هروح عشان أنا من أول حلقة عايز أفصل الحلقة لشق سيدات وشق رجال، رجال. مش عارف بس الحلقة قربت تخلص. أوكي. خلينا سألتك سؤال في أول حلقة، هل في رياضات معينة للسيدات وفي رياضات معينة للرجال؟ قلت لي الرياضة رياضة، بس أنا بشوف ان السيدات في حاجه اسمها زومبا، في حاجه اسمها بيلي دانس، في حاجه اسمها معرفش ايروبكس، في معرفش اسمها يوجا، بعض الرياضات دي ما بشوفش حد في مصر بيلعبها من الرجال، فممكن تكون في مصر هنا واخده الشق النسائي شويه. تمام، دي معلوماتي، هل برضو اوكي المعلومات دي صحيحه او مش صحيحه؟ ممكن انت ككوتش هتقولي لي الصح، بس هل الرياضات دي الست بتروحها كلياقه ولا كتخسيس، ولا هي دي الرياضه المختصه بالنساء؟ لاني مش مستحب عندنا واحنا كشعب مصري او عربي او شرقي ان الست تروح جيم تلعب حديد او تلعب اوكي فيتنس او تربى عضل او الكلام ده كله. بص، هو عموما دلوقتي بقى شائع ان الرياضه معظمها للناس بقت لايف ستايل، وبتختلف من ست للتانيه في ايه؟ في واحده مثلا نفسيتها تعبانه فجايه تلعب رياضه، في واحده هي من صغرها اوريدي بتلعب رياضه فوقفت شويه بعد كده رجعت عايزه تكمل عايزه تلعب رياضه. تمام. ايه تاني قلت طب لي؟ اكتر حد اكتر مثلا في مصر في اكتر حاجتين منتشرين الزومبا والبالي دانس. الزومبا والبيلي دانس. طيب اكتر سؤال بقى بتتسأليه واكتر حاجه الستات بالذات بيجوا بيروحوا الجيم عشانها، يعني الست بتيجي للجيم ليه اكتر؟ اوكي او لو قلنا مثلا في معاكي مثلا 20 واحده بتتدرب، اكترهم جايين ليه؟ اوكي بص، اكتر سؤال بيتسالي في الجيم وانا يعني مبسوطه ان انا هجاوب عليه، هو انا لما بطل رياضه هتخن؟ انا اسمع كده برضو، اسمع ان اللي بيلعب رياضه باستمرار مجرد ما يبطل هيتخن. اوكي بص يا جماعه، انت واحد بتلعب رياضه ومظبط اكلك، فطبيعي ان انت هتخس، وطبيعي ان انت جسمك هتحس ان هو بقى فليكسبل اكتر من الاول. تمام. جيت دلوقتي بطلت رياضه وبطلت ان انت النظام اللي انت ماشي عليه بطلته، فطبيعي ان انت هتتخن، فهي الرياضه ملهاش علاقه، بس انا ممكن ابطل اوقف العب رياضه واظبط اكلي ولا هتخن ولا هخس، او جسمي مبطلش رياضه هيفضل، او مبطلش رياضه، بس احنا بنتكلم ان في ناس ساعات بتكسل زي حضرتك مثلا. انا مش بكسل، انا كنت تعبانه كان عندي برد. فيا وليه جماعه، وبرده السؤال ده مهم برده بعد ما تجاوب على فيا السؤال. جماعه مفيش حاجه اسمها انا لما بطل رياضه هتخن، الرياضه صحه 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 صحه، الرياضه حياه. بالظبط، يعني حاولوا ان انتوا تخلي الرياضه لايف ستايل بالنسبه لكم. طب احكي لك موقف شخصي حصل معايا. احكي. بعد من شهر اها كان جالي دور برد قوي جدا، ابي برد اللي في اول من شهر ونص. اوكي. فرايح انا مش يعني تعبان جدا، فرحت الجيم فداخل اتمرن، فالكابتن بيقول لي انت، قلت له لا ما انا اصل انا سقعان شويه، فايه انا ما اعرفش ان عندي برد. اوكي. او مش حاسس لسه انا عندي برد، او مقنع نفسي ان ما عنديش برد. فقال لي لا تتمرن مين؟ انت تروح على الصيدليه وتروح على الدكتور وتروح تنام. ايه ليه لما يبقى عندي برد ما اتمرنش؟ وهل في اعراض تانية غير البرد تبقى لو كانت موجوده ما اتمرنش؟ بص، ما هو طبيعي، هو نصحك ان انت ما تتمرنش لان انت جسمك همدان، مش هيبقى فيه الباور الكافي اللي انت هتقدر تصد ان انت تلعب بيه.
فده افضل ان انا ما اتمرنش. اه طبعا. طب في اعراض تانية غير كده غير البرد؟ في ناس من كتر مثلا ان هي بتتمرن كل يوم كل يوم ما بتنامش كويس، مش مظبطه نومها، مش مظبطه اكلها، فده بيبقى لود برضو على الصحه، فلازم اللي هي تفصل شويه، تريح نفسها شويه. الحاله دي ممكن اه تمام ممكن تريح بس يوم، تاخد كفايتك من نوم كويس، تظبط اكلك كويس. الارهاق طبعا. طيب ما قلتليش على اكتر حد بيجي يتمرن من السيدات بيبقى عايز يخس، عايز يعمل ايه؟ عايزه تخس، عايزه تضيع وقتها، شافت مش عارفه مين جسمها عامل ازاي فانا عايزه ابقى شبهها. يعني بيجي يقول لك كده انا عايزه ابقى جسم شبه فلان او عايزه. طب انت بتلاقي ده ينفع ولا في حاجه بتنفع؟ بص يا جماعه، انا يعني عايزه اوجه حاجه للستات، بالنسبه للست التخينه او الست الرفيعه او الست اللي مش عاجبها جسمها، لازم تحبوا نفسكم ولازم تحبوا جسمكم. عمر ما هتوصلي للحاجه اللي انت عايزاها في جسمك طول ما انت متضايقه او زعلانه او ان انا عايزه ابقى زي ده. ربنا عاطي لكل واحد شكل لجسمه، تمام؟ فانا مش هينفع مثلا انا عايزه، شفت هيفا وهبي فانا عايزه يبقى جسمي شبه مش عارفه ايه. حبي نفسك وحبي جسمك عشان خاطر نفسيتك تبقي كويسه، وفي نفس الوقت الرياضه هتساعدك بس مش هتخليكي يعني تغيري الجسم. اه طيب احنا خلاص معانا من دقيقتين. أوكي. عايز نصيحه لكل اللي بيتابعنا. اوكي. ان هو يمارس رياضه، ونصيحه لكل اللي بيتابعنا لحاجه بتقابلك انت زي المشكله اللي قبلك من لسه بنتكلمها عنها دلوقتي، اللي بتيجي تقول لك انا عايز ابقى فلان او فلان. بحيث دي نصيحه من كوتش شخصيه للمشاهدين. مبدئيا اول حاجه حاولوا تدوا للرياضه وقت من يومكم وتبقى جزء من حياتكم زي الاكل والشرب. لما تعملوا كده صدقوني نفسيتكم هتبقى احسن وصحتكم هتبقى احسن واحسن، وهيفرق معاكم الموضوع جدا جدا جدا. وبنصح برضو ان انتوا تشربوا ميه كتير جدا 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 جدا، الناس اللي رياضيه اللي بتلعب رياضه والناس اللي ما بتلعبش رياضه، لان ده هيفيدك جدا. نورتيني. في نصيحه تاني؟ لا تمام. نورتيني كابتن رياض. ميرسي جدا. من اسهل الحلقات ومن اجمل الحلقات. ميرسي، كلك ذوق. شكرا. الله يخليك وتحيه ليكي. شكرا كابتن رودانا محمد مدرب اللياقه البدنيه. معلومات جميله. ميرسي. سهله ببساطه، بنتكلم بتلقائيه جدا. ما كانتش حلقه، كان زي ما يكون حوار في 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 جيم او في النادي. أوكي. ونورتيني جدا. ميرسي جدا. انا اللي نورت في حضرتك. الله يخليك. ميرسي جدا. خلصت حلقتنا بس لسه برنامجنا مستمر بكل روح رياضيه. عاش. شكرا جدا للي بعت لي الفيديوهات النهارده بالكم ده بالشكل ده بالمستوى ده. عاش. اي حد بيمارس رياضه يا ريت تصور الرياضه اللي بتلعبها فيديو صغير 30 ثانيه او 45 ثانيه او دقيقه بالكتير، وابعتهولي هزعهولك فقره عاش الحلقه الجايه. واي حد ما بيمارسش رياضه يا ريت تبدا معايا باي رياضه، ان كانت جري او ان كانت على المشايه او ان كانت اي رياضه، ابدا معايا باي رياضه وابعت لي فيديو برده يكون متصور، هزعهولك الحلقه الجايه في فقره عاش. استنوني يوم الجمعه الجايه الساعه 12 وحلقه جديده، ضيف جديد، موضوع جديد. عاش.